مرحبا بكم. العديد من الإخوان والأخوات يطرحون سؤالا مفاده وهو أنه لماذا ذكر القناري يكون يغرد ليل نهار صباح مساء، ثم يعني نقوم بإدخاله على الأنثى ثم يتوقف عن التغريد بصفة نهائية. هذا أو هذه المسألة يعتبرها البعض على أنها مشكل ويجب حله، وأن الذكر أصابه شيء ما، يعني ما الذي حصل؟ فنجد يعني الإخوان الذين يقومون بتربية القناري أو الطيور بصفة عامة لأول مرة لا يفهمون بأن مثلا ذكر القناري عندما يكون يغرد يعني لوحده داخل القفص فإنه يريد بذلك أن يلفت النظر إلى الأنثى أو إلى الإناث بصفة عامة على أنه فحل وعلى أنه مستعد للتزاوج. فعندما نقوم بإدخاله على الأنثى يتوقف عن التغريد. لماذا؟ لأنه حصل على مراده وحصل على الأنثى، ثم يقوم بالتزاوج معها وأيضا يقوم ببناء أو يساعدها في بناء العش كي تضع البيض ثم الفراخ وإلى ذلك. يعني هذا السؤال هو مسألة عادية، وأن هذه المسألة التي يعتبرها البعض على أنها مشكل هي ليست المشكل، بل هو الأمر بسيط جدا، وهو أن الذكر وجد الأنثى لذلك يتوقف عن التغريد. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.